تحرير سعر صرف نعم. الجنيه اثر اثر وده زود عمل تصدير للعقار. يعني ده من الحاجات الايجابيه اللي حصلت بالنسبه للتعويم. بدا مستثمرين كتير من الاخوه في الخليج والعرب يشتروا عقارات في مصر. بالنسبه له سعر المتر في مصر 500 دولار، لو راح بيروت بيتكلم في 2500 3000 دولار، فلو راح الاردن في حدود 3000 دولار، في دبي في حدود 3500 دولار. احنا عندنا في مصر 500 دولار ده بالنسبه يعني ما عندنا رغم ارتفاع الاسعار هنا مزبوط. رغم ارتفاع الاسعار هنا الناس بتشكي ارخص من اسعار الخليج وارخص مناطق اخرى. ارخص من الاردن وارخص من بيروت، ارخص من دول كتيره جدا جدا. ودي هيحصل برضو، ده شيء ايجابي بالنسبه للتعويم. ولكن احنا لو بنتكلم بالنسبه لدخل الفرد المواطن المصري، لا السعر عالي جدا جدا مش في طاقته خالص خالص. وده لكن على الجانب الاخر ده كان له ايجابيات ان هو رفع قيمه تصدير العقارات، رفع قيمه تصدير العقارات. واحنا والعمله الصعبه اللي داخله من في هذا النشاط مظبوط. بنناشد الدوله من خلال برنامج حضرتك اهتمام بتصدير العقارات، ممكن يدخل الدوله عمله صعبه كتيره جدا. مصر هتعتبر الفتره دي والفتره القادمه يمكن الدولة الوحيدة المستقرة أمنيا وسياسيا في المنطقة. مصر لها في قلوب العرب وقلوب صحيح صحيح مكان كبير، كل واحد فيهم يتمنى أن يبقى له تمليك في مصر. وحصل برضو ان في قانون طلع اللي هياخد يشتري وحده سكنيه في حدود 200,000 دولار ده بياخد اقامه موجوده في مصر. تمام، وده من الاشياء الايجابيه اللي حصلت. نتمنى ان الدوله تدعم تصدير العقار. ده شيء انا شايف مهم جدا. يعني اللي يشتري وحده عقاريه قيمتها 200,000 دولار في مصر